حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة من شراء واستخدام التوصيلات الكهربائية بدون علامة جودة نظرا لما تمثله من تهديد حقيقي على سلامة المستهلك وتسببها في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وتسعى الهيئة لحصول المستهلكين على منتج مطابق للمواصفات القياسية من خلال الجهود الكبيرة في مجال إصدار المواصفات القياسية السعودية والمشاركة في تطبيقها. من مختبر الجودة بهيئة المواصفات والمقاييس يلتحق بنا مراسل الإخباري عبد الله القرني. أهلا بك عبد الله، مساء الخير. أبرز ما يتم في هذا المختبر للتأكد من سلامة أجهزة التوصيلات للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية عبد الله. أهلا بك أحمد وأهلا بمشاهدي قناة الإخبارية. يتوقع البعض بأن الاختبارات سهلة التي تجرى على التوصيلات الكهربائية ويستخدم بعض الأجهزة ويروج لها من خلال مقاطع الفيديو بأن عملية الاختبارات وعملية تحمل التوصيلات الكهربائية وعملية جودتها من خلال هذه الأجهزة التي قد لا تكون لها علاقة أساسا في عملية اختبار الجودة في مختبر المواصفات والمقاييس في هذه الهيئة. نحن متواجدون اليوم في هذا المختبر الذي يمنح كل ما يمر عليه هنا بأنه مستلزم للشروط والمواصفات والمقاييس السعودية يمنحه العلامة التجارية. سنتحدث اليوم مع المهندس فيصل الحربي بخصوص التوصيلات الكهربائية. أهلا وسهلا بك مهندس فيصل. في البداية، ما هي الاختبارات التي تجرونها على التوصيلات الكهربائية حتى تخرج بالجودة والمواصفات السعودية؟ احنا نعتمد عندنا في المختبرات في مختبرات الهيئة على المواصفات السعودية المعتمدة، فبناء عليها يتم إعداد لجان ويحددون الاختبارات داخل هذه المواصفة ويقومون بأبحاث عليها عشان نقوم بهذه الإجراءات ونتأكد من سلامات المنتجات. طيب، مثل هذه الأجهزة التي تنتشر في المقاطع وبعض المشاهير يروج لبعض التوصيلات الكهربائية ويختبر بهذه الأجهزة ليوهم المتابع، هل هذه الأجهزة لها علاقة في الاختبارات؟ ظروف الاختبارات بشكل عام، الاختبارات إذا جينا بنجري اختبار على أي عينة أو على أي منتج لازم نتأكد لها ظروف معينة، لها إعدادات معينة، لازم الطاقم اللي يقوم بهذه الاختبارات يكون مدرب عنده الخبرة الكافية، حتى الأجهزة لازم تكون معايرة ومعتمدة وفيه يعني إمكانيات عالية، يعني ما نقدر نجري اختبار على طول من مباشرة. الاختبارات ليست بشكل سريع. لا، ليست بشكل سريع، مو غالبية الاختبارات كذا، لكن في بعض الاختبارات تحتاج أيام، عدة أيام، لها ظروف خاصة، وحتى الظروف البيئية اللي حواليها لازم تكون يعني معتمدة، وفي بعضها يأخذ وقت طويل، يأخذ عدة أيام. أنا يا مهندس فيصل مثلا كمستهلك، كيف أضمن بأنني سأشتري مثلا هذا المنتج أو هذه التوصيلة الكهربائية؟ وكيف أضمن وأتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المقاييس السعودية؟ بالنسبة للتوصيلات الكهربائية هي ملزمة إلزام تام في علامة الجودة. حنا نريح أنفسنا ونتأكد من اللي هو التطبيق التأكد تبع هيئة المواصفات والمقاييس، في خانة خاصة في علامة الجودة نتأكد أن هذه التوصيلة عليها علامة الجودة، وإذا كانت عليها علامة الجودة فهي بإذن الله أنها آمنة بإذن الله وما فيها خطورة. يعني أي منتج أو خاصة التوصيلات الكهربائية ليست عليها علامة الجودة هذا المنتج لا يصدر، غير مطابق وملزم إلزام من هيئة المواصفات أنه يكون عليها علامة الجودة عشان نختصر على المستهلك بحيث أنه راح يبحث عن التوصيلة المناسبة اللي يحمي فيها عياله وبيته، يتأكد عن طريق التطبيق وخلاص يعتمد عليه. طيب، كيف يروج البعض كيف يروج للبعض يروج من خلال مقاطع الفيديو يروج لأن توصيلات كهربية تتحمل ويأتي بأرقام ويأتي بدفايات ويأتي بأجهزة أخرى حتى يروج لذلك، ما حقيقة الأمر؟ التوصيلات الكهربائية لها قدرة معينة لازم احنا نلتزم فيها، المواصفة قالت 13 أمبير، المفروض أننا ما نتعدى هذا التيار، إذا تعديناه حتى لو ما ظهرت الخطورة في أثناء التصوير أو أثناء التجربة اللي قمنا فيها على مدار الساعات راح تظهر هذه المشكلة، راح ترتفع درجة الحرارة، وحنا قمنا في أكثر من مرة في المختبر عندنا في على تجارب على بعض التوصيلات بناء على الاختبارات اللي موجودة عندنا بطريقة صحيحة
تتأثر التوصيلة إذا تعديت الحد المطلوب منها أو الحد الأقصى. وحنا عندنا أصلا نفس الفيش محدد ومقنن بتيار محدد، فأنت إذا تعديتها هنا أنت خالفت الفيش، فإذا خالفت الفيش راح يتأثر الفيش وراح يتأثر التوصيلة وراح يتأثر المنتج نفسه، مثلا كانت دفاية أو أي منتج آخر كهربائي. طيب وأنت هنا اليوم أيضا تعمل في المختبر أيضا مع أجهزة أخرى وتوصيلات أخرى، وتختبرون دائما وتمنحون الجودة السعودية للمواصفات والمقاييس، ماذا تنصح الناس بخصوص هذا الشأن بأن يتوجهوا إلى معرفة الكثير عن المواصفات والمقاييس السعودية؟ أنا أوجه يعني كلمتي سواء للشخص اللي يبغى يعلن أو بيقدم نصيحة أو بيخدم الآخرين والشخص المتلقي، ارجعوا إلى المصادر سواء كانت طبية أو كانت فنية أو كانت، ارجع للمختص، تأكدوا من المصادر. حنا موجود عندنا في الدولة عدة مراكز، سواء هيئة الغذاء والدواء، سواء وزارة الصحة، نتأكد أو هيئة المواصفات أو وزارة التجارة، نتأكد منهم من المعلومة الصحيحة، هل هذا الشيء يعني عليه ضرر على الآخرين ولا لا. بعض الأحيان احنا نعتقد أنه ما عليه ضرر ومن نية طيبة من عندنا، لكن نكتشف أن هذا الشيء له أبعاد أخرى احنا ما حسبنا حسابها. المهندس فيصل الحربي المشرف هنا في مختبر الهيئة، هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، شكرا لك. أهلا أهلا والله مرحبا. طبعا هو المشهد هنا والحقيقة هنا من مصدرها كما ذكر المهندس فيصل، بأن الاختبارات التي تجرى هنا ليست بالسهلة كما يتوقع البعض، وليست بالسهلة كما يوهم آخرون الناس بأنها اختبارات سهلة من خلال عملية أخذ درجات الحرارة على أفياش وأسلاك، ويوهمون من أجل الأسف من أجل الترويج من أجل الإعلان هذه العمليات غير أو السلبيات التي تظهر في بعض الإعلانات هي سلبيات كما ذكر المهندس فيصل. نعم. بأنها غير مطابقة للمواصفات المقياس السعودية، وخصوصا في بعضهم عندما أراد أن يختبر بعض المحولات الكهربائية شبك عليها أكثر من جهاز. وهنا أيضا أود أن أذكر بأن هناك مخالفة للمواصفات والمقاييس والجودة في السعودية، بأن المواصفات والمقاييس والجودة السعودية تقول بأن المدفأة والدفاية لابد أن تشبك في الجدار أو في الفيش مباشرة، ومن المستحسن أو هذا أفضل بكثير من شبكها في الأسلاك التحويل الكهربائية. أشكرك عبد الله القرني من مختبر مراسل إخبارية من مختبر الجودة بهيئة المواصفات والمقاييس، شكرا جزيلا لك. كما أرحب بضيفي من استديوهاتنا في المدينة الرقمية في الرياض، مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل دياب. أهلا بك مهندس وائل، مساء الخير. خلينا نتحدث، يعني مراسلنا عبد الله القرني ذكر لنا مجموعة من الاختبارات التي تتم مع ضيفه من المختبر عندكم، لكن كيف يستطيع المستهلك تأكد بأن هذا المنتج الموجود في السوق أنه فعلا يخضع لهيئة المواصفات والمقاييس؟ مساء الخير، واسمح لي في البداية بس أن أؤكد على ضرورة لا ننساق خلف مثل المقاطع اللي انتشرت الآن والمعلومات المغلوطة التي نشرت من خلالها، ونؤكد لكافة المستهلكين ومن تابع هذه المقاطع بأن ما نشر هي معلومات وممارسات مغلوطة، ويجب ألا نستقي مثل هذه المعلومات وطريقة استخدام الأجهزة الكهربائية من غير المختصين في مجال المواصفات. نحن في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نقضي جل وقتنا فقط لضمان أن المواصفات القياسية السعودية وضمان أن الأجهزة الكهربائية يتم تصنيعها وإنتاجها ودخولها لأسواق المملكة العربية السعودية بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وتلبي احتياجات المستهلكين، وتضمن بإذن الله صحة وسلامة المستهلكين وسلامة الممتلكات وانعكاسها أيضا على البيئة. جميل. من ناحية التأكد من كون هذه المنتجات هل هي مطابقة أم لا، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في عام 2019 في شهر 12 من عام 2019 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة برفع مستوى المطابقة من المستوى الثالث إلى المستوى الخامس، وهو مستوى علامة الجودة. وبوضع هذا المؤشر اللي هو مؤشر علامة الجودة، اليوم أصبح المستهلك قادر أن يحصل على التوصيلة الكهربائية من الأسواق بكل سهولة. فقط وأنا أذكر هذه الرسالة بعبارة صريحة وواضحة للمستهلك، لا تشتري أي توصيلة ما عليها علامة الجودة بمختصر الحديث. هل اكتشفتوا خلال الفترة الماضية مثلا بعض المنتجات مثلا مغشوشة يوضع عليها ملصق مثلا مغشوش لعلامات الجودة؟
في الحقيقة الهيئة طبعا تراقب الأسواق، عندنا منظومة متكاملة لسلامة المنتجات، ومن ضمنها متابعة الأسواق وأيضا رصد مؤشر المطابقة. فنتابع الأسواق ونتأكد من وجود علامة الجودة ومن مطابقة أيضا المنتجات واستمرار مطابقتها، حتى ولو كانت حاصلة علامة الجودة فنحن أيضا نستهدفها ونتأكد أنها ما زالت مطابقة للمواصفات. وفي حال لاحظ أي أحد من المستهلكين وجود علامة مزورة بإمكانه مباشرة من خلال تطبيق تأكد اللي بإمكانه نحمله من خلال الجوالات بمختلف أنواعها، يمرر فقط الكيو آر كود أو الباركود الموجود على المنتج، وإذا لاحظ أن البيانات لا تظهر في التطبيق هذا يعني أنه احتمالية وجود وضع علامة غير صحيحة، وبالتالي بإمكانه يبلغ وزارة التجارة لاتخاذ اللازم تجاه هذه المنتجات. وهنا أكد على جزئية، علامة الجودة هي علامة مسجلة وواضحة وشبيهة بحرف الجيم، وممكن الجميع دائما الوعي فيها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب أن لا ننسى خلف أي كلمات دعائية مثل عالي الجودة أو ذا جودة، هذه الكلمات ليس لها ارتباط بعلامة الجودة. جميل. مهندس وائل، يعني احنا في هذه الفترة فترة دخول الشتاء نشاهد بعض الإعلانات مثلا عن المدافئ وغيرها، البعض يقول لك والله في إعلانات موجودة في السوق أو بعض المشاهير مثلا يعلنون عن مدفأة كهربائية وغير كهربائية لكنها لا تطابق المواصفات والمقاييس، وبعضهم عانوا من هذا الأمر، هل للهيئة دور في مثل هذه الإعلانات؟ طبعا رصدنا الحقيقة كثير من المقاطع التي انتشرت الفترة الأخيرة، وواجبنا اليوم أن نرد على مثل هذه المقاطع وبعض الشائعات التي ينشر من خلالها. الحقيقة رصدنا ثلاث ملاحظات على ما ينشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. الملاحظة الأولى أنه يجب أن يعي المستهلك أن المدفأة لا يمكن توصيلها على التوصيل الكهربائية، وهذا ما نصت عليه المواصفات القياسية السعودية. أيضا المغالطة الأخرى، لاحظنا أن البعض يظهر في بعض المقاطع يوصل مجموعة من الأجهزة فيما بينها المدفأة تتجاوز قدراتها الحقيقة ما نصت عليه المواصفات القياسية السعودية وما يتناسب مع التوصيلات الموجودة في المنازل، فنحن نحذر من تحميل التوصيلات الكهربائية فوق طاقتها، وأيضا نحذر من توصيل المدافئ مع التوصيلات الكهربائية. المغالطة الثالثة أيضا، لاحظنا وجود اختبارات يقوم فيها بعض مشاهير السوشيال ميديا ويقومون بعملية اختبارات عشوائية. الهيئة تعمل وتضع جل اهتمامها في وضع الأبحاث لوضع الاختبارات وطريقة طرق الاختبارات المناسبة وتنص عليها من خلال المواصفات القياسية السعودية، ونضع قيم محددة ولا يمكن أن تجرى الاختبارات بهذه الطريقة العشوائية. جميل. هل الهيئة تقوم برصد مثل هذه الإعلانات مثلا ثم ملاحقة مثلا من يقوم بالترويج أنها يعني حاصل على الجودة؟ بالتأكيد كل من يخالف اللوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والقياس والجودة، بالتأكيد أننا سنلاحق مثل هذه الادعاءات، وسنلاحق كل من يضع منتج في السوق غير مطابق. الهيئة دورها دور تشريعي اليوم، ولكن ندعم دور الدور الرقابي للجهات الرقابية والتنفيذية. اليوم عندنا جهات رقابية وتنفيذية مثل وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لهم أدوار تنفيذية. احنا دورنا نرصد المنتجات الغير مطابقة، نتابعها، نتابع الأسواق، نتابع مثل هذه الشائعات ونرد عليها أيضا، ونرفع تقاريرنا للجهات الرقابية للتنفيذ. جميل. إذن هناك تعاون بينكم وبين هذه الجهات الرقابية كوزارة التجارة، أبرز أوجه التعاون أيضا بينكم وبين وزارة التجارة في رصد هذه المواد المخالفة؟ أبرز أوجه التعاون، إحنا نتكامل تكامل كامل مع وزارة التجارة وبقية الجهات المعنية. الحقيقة أنه عملنا تكاملي نسعى من خلاله إلى تدعيم دور الجهات الرقابية. اليوم وزارة التجارة تراقب وجود المنتجات المغشوشة في الأسواق، تراقبها من خلال الأداة التشريعية. الأداة التشريعية اللي هي اليوم المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية اللي تصدر من خلال الهيئة السعودية للمواصفات والقياس والجودة. أيضا نقوم بشراء منتجات من الأسواق لرصد مؤشر المطابقة، نأخذ دور المستهلك ونشتري المنتجات ونقيم مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. وأضف إلى ذلك أيضا اليوم عندنا من خلال مبادرة سلامة المنتجات اللي اليوم نرى ثمارها بوجود ممكن إلكتروني اللي هو نظام سابر اللي يرصد تتبعية المنتج ودخوله للأسواق السعودية، وأضف إلى ذلك متابعة الأسواق وتقصي ما إذا كان هناك أي حالات خطر، وأيضا وجود مركز للإنذار المبكر عن وجود منتجات غير مطابقة ورفع تقاريرها للجهات الرقابية. جميل. فيما يتعلق بحملتكم الإعلامية أو اهتمامكم في هذه الفترة القادمة، هل هناك حملة
لتوعية الناس مثلا خلال الفترة القادمة فترة الشتاء مثلا ببعض الأجهزة ببعض المواصفات التي قد يغفل الناس عنها؟ بالتأكيد احنا نستهدف دائما سواء نتكلم في فصل الشتاء او غير فصل الشتاء نستهدف جميع المنتجات ونحاول ان نوعي المستهلك ونرشده الى كيفية استخدام الأجهزة وايضا كيفية شراء الأجهزة الكهربائية وغيرها. واليوم انا ادعو كل من يتابعنا، الهيئة السعودية للمواصفات والجودة وفرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من المواد التوعوية ومن خلال أيضا الموقع الإلكتروني للهيئة مجموعة من المواد التوعوية التي بإمكان المستهلك أن يطلع عليها ويعرف كيف يستخدم الأجهزة وكيف يتعامل معها وكيف يحصل على المنتجات المطابقة. وبالتأكيد يوجد لدينا حملات بإذن الله مستمرة خلال فصل الشتاء للتوعية بمخاطر الأجهزة الكهربائية وكيف يتعامل معها في فصل الشتاء. من استديوهاتنا في المدينة الرقمية في الرياض، مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الدياب، شكرا جزيلا لك.